حياكم الله مشاهدينا أينما كنتم، متابعي الإخبارية السورية، إلى هذه التغطية الخاصة والتي نتحدث من خلالها حول خروج أول دفعة من مسلحي القابون، وهذا ما أكده محافظ مدينة دمشق بشر الصبان. قال اليوم بدأ خروج أول دفعة من المسلحين القابون مسلحي القابون إلى من على الأطراف الشرقية لمدينة دمشق باتجاه مدينة جرابلس في الشمال السوري، وكانت المجموعات الإرهابية وافقت على مغادرة القابون والتوجه نحو الشمال بعد أن وسع الجيش العربي السوري نطاق سيطرته على هذا الحي. وأيضا نتحدث عن عودة بعض من العائلات الذين خرجوا من حي الوعر باتجاه مدينة جرابلس، يعودون من مدينة جرابلس إلى حي الوعر مرة أخرى نتيجة المعاملة اللا إنسانية التي يتعرضون لها. وأيضا هناك كان أوضاع سيئة جدا، نتحدث عن الأوضاع الصحية، وأيضا نتحدث عن الواقع الميداني، التقدم للجيش العربي السوري وتصدي لتنظيم داعش الإرهابي على أكثر من محور، إن كان في ريف حمص الشمالي الشرقي وأيضا باتجاه مدينة دير الزور. وفي نهاية هذه التغطية نتحدث أيضا عن التحضيرات الجارية لاجتماع مؤتمر جنيف بعد يومين في 16 من هذا الشهر الجاري. مشاهدينا الأكارم، بعد الفاصل نتابع هذه التغطية. يبدو أن هناك مشكلة. معي عبر الهاتف من مدينة دمشق الدكتور حسام شعيب الكاتب والمحلل السياسي من دمشق، ومعي الأستاذ ضرغام هلسة الكاتب والمحلل السياسي معي عبر الهاتف من عمان. حياكم الله أستاذتنا الكرام. أهلا وسهلا أستاذ عبدو. حياك الله. أبدأ مع الدكتور حسام. دكتور حسام، البارحة أعلن أبطال الجيش العربي السوري السيطرة الكاملة على حي القابون وتنظيفه من رجس هذه التنظيمات الإرهابية. البعض فر من هذا الحي بعد أن تم أطباق الطوق عليهم عبر المعبر الأخير، والنفق الكبير الذي كان يصل به أيضا أطراف حي قابون بمنطقة عربين وأيضا بمنطقة جوبر. أهمية هذا التقدم الميداني قبل أن أنتقل إلى ما يجري في السياسة. بداية تحية لك وأيضا العاملين في القناة ولكل مشاهدي هذه القناة والأستاذ أيضا ضرغام. لا شك أن الحديث اليوم عن التسوية لخروج المسلحين وذويهم من حي القابون بدمشق سيكون له أبعادا سياسية وأمنية وعسكرية بطبيعة الحال، لعل من أولى الأبعاد أن قناعة المسلحين بعد مرور 7 سنوات بأن كل ما خططوا له وعملوا لأجله في مشروعهم التفتيت والتقسيم لسوريا، وأيضا باعتبارهم أدوات لدول إقليمية كالسعودية وقطر، بات بالفشل الحقيقي، وبالتالي عليهم التسليم للدولة السورية من خلال الحل الذي بات معروفا، إما الانخراط والتسوية باتجاه العودة للمجتمع وحاضنة الدولة السورية، وإما باللوذ بالفرار أو إلى مناطق المسلحين في تحديدا في مناطق جرابلس وإدلب. وبالتالي هذه القناعة سمعناها قبل مدة أن هناك من لا يريد في القابون، يبدو أن الباصات الخضر وصلت أخيرا إلى حي القابون التي باتت لها رمزية كبيرة. كلنا يتذكر أن هناك هم الذين سعوا بالإضافة إلى منطقة جوبر وبالإضافة إلى منطقة عربين وحرستا، هذا المحور الذي كان يشكل خطرا وتهديدا امنيا للعاصمه دمشق، وكانت تصل القذائف من هنا من هذه المناطق عبر الى الداخل السوري. اليوم عوده القابون تعني عوده دمشق تحديدا في مناطق العباسيين ومحيطها، تحديدا عوده حركه السكان الطبيعيه، ايضا المشروع الذي تحديدا في الهجمه الاخيره التي تمت كلنا نتذكر قبل شهر على الاقل او شهر ونصف عندما تمت الهجمة، أنا أستطيع أن أقول أنها هجمة صهيو أمريكية بامتياز، بإعاز هذه المجموعات الإرهابية المسلحة، وباءت بالفشل بطبيعة الحال. طيب. اليوم هذه التسوية أستاذ عبدو لا شك أنها انعكست من خلال أيضا رؤية التسويات التي تمت وما زالت تتم في حي الوعر وما سبقها. أولا المصداقية الكبيرة للدولة السورية في إنجاز وعودها لترك الخيار والقرار للمسلحين وذويهم. طبعا الدولة السورية تؤكد، وأنا هنا أؤكد من خلال شاشتكم الكريمة، أنه ليس بالفرض على أهالي القابون أو على المسلحين وعلى ذويهم الذهاب نحو جرابلس وإدلب، وإنما هو خيار للمسلحين. وبالتالي نحن نتمنى على كل مسلح سوري حقيقة أن يعود بأدراجه نحو حاضنة الوطن
وأن يعود للتسوية الحقيقية، لا أن يلتحق بالمسلحين على أمل أن يكون هناك حاضنة غربية له في المستقبل. طيب ابقى معي دكتور حسام لو سمحت، أنتقل إلى الأستاذ ضرغام هلسة. أستاذنا الكريم، بين واقع ما يقوم به الجيش العربي السوري من تكبيد تنظيم داعش الإرهابي وباقي التنظيمات الأخرى المنضوية تحت تنظيم داعش وتنظيم جبهة النصرة، البارحة تم إعلان هذا الحي خالي من مظاهر السلاح والمسلحين، اليوم بدأ خروج مئات للمسلحين من حي القابون، إلى أي حد يمكن أن نقول بأن الدولة عندما تقوم بضرب من يد من حديد لهذه التنظيمات وباليد الأخرى تمد يد المصالحات والتسويات باليد الأخرى هو انتصار للدولة السورية على المحورين؟ مساء الخير أولا. حياك الله أستاذ عبدو. مساء الخير للدكتور حسام بقليك الوفي. التحية للجيش العربي السوري والشباب الأبطال بقيادة العميد كمال صارم على جبهة القابون. تحية للجيش العربي السوري وتحية لرجال السياسي في الإدارة السورية الذين أتقنوا فن من قيادة المعركة بشتيها العسكري والسياسي. من حيث المبدأ أعتقد لقد انتهت مرحلة المؤشرات. نحن الآن أمام مرحلة جني الحصاد وتثبيت الحقائق. سوريا أثبت حقيقة ثابتة لكل من يعني يتعامل مع العمل السياسي، لكل من يفكر بالحرب، أن سوريا لا يمكن أن تخسر، سوريا لا يمكن أن تهزم. 7 سنوات من الحرب، مليارات صرفت، آلاف مؤلفة من الأفراد تم تجميعهم من 100 دولة، تم تشويه النسيج الاجتماعي السوري، ولكن حقائق الوضع السوري هو الإرادة السورية ثبتت. ما جرى في القابون، ما جرى في حمص، ما هو إلا تثبيت لحقيقة راسخة بأن السوريين لا يمكن أن يكونوا إلا أبناء لهذا الوطن. أن انتصار الجيش العربي السوري لأكثر من محور وخاصة في المناطق المحيطة بدمشق والمحيطة بحمص أدت لنتيجة واحدة، أن القوى الإرهابية المدعومة من الرجعية العربية ومن الغرب الاستعماري ومن الصهيونية العالمية ودولتنا إسرائيل وصلوا إلى طريق مسدود، فليس أمامهم خيار إما أن يقتنعوا بأن هذا الوطن هو الأم والحاضنة أو أن يهربوا باتجاه المنافذ الأقرب للهروب نحو تركيا ونحو الرجعات العربية أو نحو السوق الأوروبية المشتركة بكل ما فيها من تلفظات. أعتقد بعد 7 سنوات اكتشف المواطن السوري الطيب الذي تم التغرير به أن السياسة الوطنية السورية التي حمت سوريا عبر جيشها العقائدي وحمد الشعب السوري عبر سياسة المصالحة الوطنية استطاعت أن تأتي ثمارها. الآن الشعب السوري أصبح مقتنع بأن الدولة السورية هي حصانته، هي ضمانته، هي حماية مستقبله وسيادته. أنا كنت سعيد جدا امبارح لما سمعت أن هناك باصين للباصات الخضر رجعا من جرابلس لحي الوعر نتيجة لما شاهدوه من هول ممارسات القوى الإرهابية. طيب. وأيضا أستطيع التأكيد بأن ما جرى في الغوطة الشرقية من قتال ما بين القوى الإرهابية والاتهامات المتبادلة بالخيانة والسرقة أثبتت بالوجه القطعي أن الشعب السوري لم يتحمل يعني أن تكون تلك القيادات هي المقرر في مستقبله. طيب. استاذ درغام لو سمحت ابقى معي، طبعا لو سمحت ابقى معي لو تفضلت انقل سؤالي الى الدكتور حسام. دكتور حسام شعيب، عندما نتحدث خلال الايام القليله الماضيه بدخول وحدات الجيش العربي السوري الى حي تشرين وتمشيط هذا الحي من الالغام التي زرعتها التنظيمات الارهابيه، وايضا خروج دفعات من حي برزه باتجاه ايضا مدينه جرابلس وسيطره الجيش على حي القابون وخروج دفعات بدات اليوم صباحا المئات من المسلحين باتجاه أيضا مدينة جرابلس، أهمية هذه المنطقة الاستراتيجية وخاصة أنها قريبة جدا من مدخل مدينة دمشق لما كانت تعول عليه هذه التنظيمات الإرهابية قبل شهر تقريبا؟ طبعا التنظيمات الإرهابية كانت تعول على الدخول إلى العاصمة دمشق من محور جوبر والقابون والعباسيين، لذلك اليوم عندما تتحول هذه المنطقة
ولو كنا في بداياتها على الأقل عندما نتحدث عن حي تشرين وأيضا عن القابون بأنهما باتتا آمنتين وأنهما أصبحتا تحت سيطرة الدولة السورية، بطبيعة الحال هذا الأمر أعتقد أنه سينعكس في الأمن والاستقرار وحتى في تسوية الأوضاع للمسلحين في داخل الغوطة الشرقية للمناطق المتبقية هناك، عندما نتحدث عن مناطق عربين وعندما نتحدث عن حربتا وعن بيت طوى وعن زملكا وأيضا دوما، كل هذه المناطق أيضا إلى مصرابة، كل هذا المحيط في الغوطة الشرقية أعتقد أنه سيكون في مرحلة لاحقة وهي ستكون تتميم للاتفاق أو لهذه التسوية التي بدأت حقيقة في حي القابون. لا شك أن رؤية الدولة السورية، رؤية الرئيس بشار الأسد منذ الأيام الأولى على إسقاط الورقة المهمة والكبيرة جدا من أيدي الرجعية العربية الظلامية ومن أيدي الاستعمار الغربي المتآمر على سوريا، وهي استخدام المسلحين والإرهابيين تحديدا من بعض السوريين، العمل على المسار للتسوية والمصالحة وتركيب الدولة السورية على المصالحة الوطنية الآن بدأ يأتي بثماره الحقيقية بعد 7 سنوات. بدأت العملية ضعيفة جدا، كلنا يتذكر قبل 4 أو 5 أعوام هناك من لم يكن مقتنعا بالتسوية مع الدولة السورية نتيجة التشكيك بهذه الدولة، نتيجة الطعن بهذه الدولة من خلال الافتراءات والأكاذيب وحتى الصور والتلفيقات التي تتم عبر الأقنية المختلفة. اليوم ما يشاهده هؤلاء المسلحون أن الدولة قد صمدت وأن الدولة استطاعت أن ترسم ملامح النصر من خلال حضورها في أستنة، من خلال حضورها في جنيف، من خلال إنجاز الجيش العربي السوري في الميدان في أكثر من منطقة جغرافية، من خلال بقاء مؤسسات الدولة السورية حاضرة وصامدة، من خلال أيضا بقاء الدولة بكافة خدماتها وتقديمها لهذه الخدمات. واليوم بالمناسبة عندما نتحدث عن هذه الخدمات للدولة رغم كل الأحداث الجارية ورغم مرور هذه الحرب الضروس على سوريا، ولكن اليوم يخرج الطلاب حتى من المناطق الساخنة والتي تحت سيطرة الإرهابيين والمسلحين طبعا بالاتفاق مع الدولة ومع الوجهاء والمعنيين لتقديم امتحاناتهم في حاضنة وفي كنف الدولة السورية، وهذه لأول مرة الدولة تفعلها في التاريخ. أمريكا التي تدعي الديمقراطية وترفع شعار العلم والحضارة لم تقم بهذا الفعل، حتى دول السعودية التي تدعي الحضارة المزيفة هي لم تستطع ولن تستطيع أن تفعل ذلك. عندما يخرج اليوم الطلاب من الغوطة وحتى من مخيم اليرموك ومن مناطق أخرى لتقديم امتحاناتهم للمرحلة الإعدادية وبعد أيام ستكون المرحلة الثانوية، أعتقد أن هذا إنجاز للدولة السورية، لأن هؤلاء رسل سلام ينقلون الصورة المشوهة عن الدولة إلى الداخل في الغوطة وإلى الداخل في المخيم وإلى ما ينقل عنهم من صور مشوهة عن الدولة، عن صورة الشعب، عن صورة المؤسسات. الدولة السورية أهلها ظلمها قبل أن تظلم الدول الاستعمارية. أتحدث هنا عن الأهل، البعض وليس الكل. طيب. هؤلاء الذين أرادوا أن يكونوا أتباع للغرب وأرادوا أن يكونوا أتباع للصهيونية وللرجعية الظلامية، اليوم التأكيد على ربوية الدولة بأنها الرب الحنون والرؤوف والعطوف على هذا الشعب يأتي بثماره من خلال التأكيد فعلا على هذه التسويات. لذلك عندما نشهد أن البعض قد بدأ يعود بأدراجه ويتراجع حتى من المناطق التي ذهب إليها في جرابلس وفي إدلب، هذا تأكيد على مصداقية الدولة بأنها تتعامل مع الجميع على ذات السوية دون النظر إلى مذاهبهم وأرشافهم وتياراتهم. طيب لو سمحت ابقى معي دكتور حسام، انتقل الى الاستاذ ضرغام هلسة. استاذ ضرغام، عندما نشاهد كل ما تقوم به الدولة السورية وخاصة في مجال المصالحات والتسويات على مساحة هذه الجغرافيا، نتحدث عما جرى في برزة، في حي تشرين، الان في القابون، قبلها في حمص، وقبلها ايضا كان في مناطق عديدة جدا،
وأيضا تم تسوية أوضاع أكثر من 1000 مطلوب في بلدة محجة بريف درعا الشمالي الغربي. كل هذه التسويات وكل هذه المصالحات التي تجري على هذه الأرض السورية تجري بصناعة سورية بامتياز دون تدخل الخارجي. إلى أي حد يمكن أن نقول بأن ما تقوم به الدولة السورية هو يقض مضجع الأمم المتحدة والدول التي تقف وراء هذه التنظيمات الإرهابية؟ أنا بتكبيري استطاعت سوريا أن ترسل رسالة واضحة لكل من يعني يدخل في الشأن السوري بطريقة سلبية داعمة للقوى الإرهابية. سوريا الآن استطاعت أن تقول للسعودية ودول الخليج أن كل ما صرفته من أموال إنما كان لتخريب المجتمع السوري، ولكن المجتمع السوري المحصن من داخله استطاع أن يخرج هذه الشواذ من بين أوساطه وبدأ ينظف ذاته بذاته. ثانيا، استطاع أن يرسل رسالة قوية جدا لأمريكا صاحبة شعار كيسنجر المشهور لا يمكن تخريب الدولة السورية إلا من داخلها، أن حتى من الداخل السوري لا يمكن تخريب الدولة السورية، هذه الدولة التي وجدت في قلب العالم لكي تبقى قوة رائدة تستطيع من خلالها أن تحدد مسارات المنطقة لا بل والعالم، وهذا ما حصل فعلا ما بعد تجربة الأزمة السورية. القضية الثالثة والجوهرية، أعتقد أن الأمم المتحدة الآن التي أصبحت في زاوية الطرف الغير محايد بالنسبة للسياسة في المنطقة العربية أصبحت ملزمة الآن على ضوء المتغير في العلاقات الدولية وفي طبيعة التركيب في النظام السياسي الدولي، لأنها معنية أن تعود لرشدها وتعود لطبيعة ميثاقها ولتفعيل دور القانون الدولي في حماية حق الدول، في حماية سيادتها، وفي حق الدول المستقلة بأن تحدد مساراتها السياسية كما تريد هي وليس كما تريد القوى المهيمنة. الآن نحن في حاجة ماسة لكي يعني نحدد اتجاهاتنا في مواجهة الحرب الإعلامية وفي مواجهة يعني كيفية خروج هذا الكم المتحالف المعادي لسوريا من مأزقه. أنا بتكبيري يعني في حديث الرئيس الأسد في أكثر من مقال في أكثر من لقاء كان يقول دائما يعني نحن لا نريد أن نخرج من هذه المعركة بمنتصر ومهزوم، ولكن نريد أن نخرج جميعا رابح. لا، أنا بتكبيري الآن الشعب السوري سيخرج بأسره رابح وسينهزم المشروع الإمبريالي إلا ما كل هزم على أعكاف دمشق وحلب وحمص وبرعة وحتى الآن بريف دمشق. طيب ابقوا مع ضيوفي الأكارم. بما أنك تحدثت حضرتك والدكتور حسام عن عودة بعض الأهالي والعائلات الذين خرجوا من حي الوعر إلى مدينة جرابلس، عودتهم مؤخرا البارحة كان عودة عدد من العائلات، وقبل 10 أيام كان هناك عودة لتسع عائلات أيضا، هي عودة حميد خرجوا من حي الوعر لمدينة جرابلس، لاقوا كل المعاملة السيئة والوضع الصحي السيء والمتردي والمعاملة اللا إنسانية كانت في مدينة جرابلس، على عكس ما كانوا يسوقون لهم من الدولارات التي سوف يقبضونها عند وصولهم إلى مدينة جرابلس والمعيشة الهنية التي كانوا يوعدون بها. لنتابع هذا التقرير ومن ثم نعاود هذه التغطية. وعود كاذبة بحياة جميلة هنيئة تحولت إلى معاملة لا إنسانية في مخيمات جرابلس على الحدود التركية، والعودة إلى الوطن كانت طريق الخلاص لمن خرج إلى المجهول. محافظة حمص استقبلت الدفعة الرابعة من العائدين إلى حي الوعر وتضم 41 شخصا ممن خرجوا باتجاه مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي ضمن بنود تنفيذ اتفاق المصالحة في الحي، وتم تأمين جميع احتياجاتهم فور وصولهم إلى حمص. وأكد محافظ حمص طلال البرازي أنه مع بداية الأسبوع المقبل سيكون خروج الدفعة الأخيرة من الرافضين لعملية المصالحة في حي الوعر لتعود مؤسسات الدولة إلى الحي. لا شك أن عملية حي الوعر مستمرة وستشهد أيضا بالأسبوع القادم إنجازات كبيرة وجديدة هامة، أهم أن يوم السبت القادم في 20 أيار سيكون خروج الدفعة الأخيرة من المسلحين، ونتمنى من الله عز وجل أن يوفق الآخرين إلى أن يقوموا بمراجعات
حتى تجتمع الكلمة ويلتئم الصف وأن نعود جميعا سوريين أحباب إخوة كما كنا سابقا. إن الإنسان لا كرامة له إلا في وطنه، فالمواطن لا يمكن أن تحفظ كرامته بشكل كبير إلا داخل وطنه، بعد أن تعرضوا إلى ضغوطات كبيرة اجتماعية واقتصادية حتى إنسانية في جرابلس، فكانت عودتهم إلى مدينة حمص. العائدون أشاروا إلى سوء المعاملة التي تعرضوا لها مع عدم توفر أدنى مقومات الحياة، موضحين أن الحياة الكريمة لا تكون إلا على أرض الوطن. أولا الوعدونا فيه إنه بدعموا لها بيوت وما بيوت ومشفيات، وأنا عندها والدتي مريضة، أخذت على المشفى نيك وطلع كله كذب للأسف. واتسمعنا سات محاضر شو حكى وشو عطت تطمينات اللي بدي يحبوا يرجعوا، بقى رجعنا لحضن الوطن والحمد لله. الوضع هنيك يعني كان كتير صعب، يعني صعب جدا، ويعني خيمي وغبار، يعني ما قدرنا يعني بنوب والله بهادي الطرائب وحول لهو لصنا بالمي. انت ليش طلعت؟ طيب الحلوة طلعت مالي حدا، مقطوعة على أساس إنه في سكن وفي بيوت وفي ما في لا سكن ولا في على الخيمة، والله الخيمة عادونا بخيمة وتنزل مطر الصير الوحول كله عندنا وحول. حطوا العلم جرب اسمه تفتقر لأبسط مقومات الحياة، يعني الدواب ما في شيء هيك عيشين، مش بدي أقول لك أشرح لك يعني مي ما في تقضي حاجة، ما في مي للشرب بالأساس، يعني ذات العلم صحراء. سنوات من الحرب لم تتمكن من إضعاف قدرة الدولة السورية التي أثبتت قوتها وأنها الضامن الوحيد لكرامة أبنائها حتى لمن ضل الطريق، وسوريا باقية لجميع السوريين ومنتصرة على الإرهاب. حياكم الله مشاهدينا مرة ثانية إلى هذه التغطية الخاصة عبر هوا الإخبارية السورية، وأجدد الترحيب بضيوفي الأكارم الأستاذ درغام هلسا والدكتور حسام شعيب. دكتور حسام، استمعنا إلى ما قاله بعض من الأهالي الذين عادوا إلى حي الوعر من مدينة جرابلس، طبعا وعود كاذبة، معاملة سيئة لا إنسانية، وأوضاع صحية متردية جدا. التعليق لك، تفضل. لا شك أن الحديث عن عودة بعض الأهالي من المناطق التي أرادوا الذهاب إليها تحديدا في جرابلس وإدلب، هذا يؤكد أن الصورة التي كانت هي بالأصل متكرسة وراسخة في أذهان البعض أنهم يذهبون نحو الأفضل ويجدون آفاقا للحياة السعيدة والرغيدة، إنما يجدون اليوم المعاملة اللا إنسانية وهذه التصفيات والقتال والصراع الدموي بين هذه المجموعات. طبعا ذلك يؤكد أن هؤلاء بالأصل عندما حملوا مشروع التغيير في سوريا، مجازا سأتحدث هنا، هذا المشروع غير منسجم أساسا مع الذين حملوه، بمعنى هم غير متوافقين وغير منسجمين ولا يملكون أهدافا. كيف تتوقع من هذه الأيديولوجيات الدينية والمتطرفة أن تنسجم فيما بينها؟ إذا كان في غالبية هؤلاء أجانب، إذا كان في غالبية هؤلاء أن تجد مثلا الإسلامي الفرنسي مع الإسلامي الهولندي أو السعودي أو اليمني، ما الرابط الذي يجمع ما بين هؤلاء؟ هل هو رابط القتل والدمار والإجرام؟ اليوم عندما نتحدث حقيقة عن عودة الأهالي وعن عودة المسلحين إلى سوريا، نتحدث حقيقة عن إدراك هؤلاء بأن حاضنة الدولة السورية هي الباقية، وأن الدولة السورية هي الحضن الرؤوم لهؤلاء رغم كل ما يقال وما يحاك ضدها وما يتآمر عليها. لذلك قناعة هؤلاء بالنسبة لعودته ما أعتقد أنها قد تكرست الآن، وهي بدأت تكرس شيئا جديدا في جرابلس وفي إدلب وحتى في خارج حدود سوريا. أتحدث هنا من خلال شاشتكم الكريمة لكل أولئك الذين هاجروا بسبب الحرب الظالمة على سوريا، ولكل المغتربين الذين هم في الخارج
الصورة عن الدولة السورية تصلكم بصورة مشوهة من خلال بعض الشخصيات والحكومات والمنظمات، وأيضا من خلال الأقنية الفضائية المختلفة عن الدولة السورية. اليوم عودة الأهالي من جرابلس تؤكد أن الدولة تتعامل بمصداقية وشفافية مع أبنائها، وأنها تفتح أحضانها للجميع، وبالتالي لا سياسة انتقامية مع هؤلاء ولا سياسة مع هؤلاء تتخذ لحسابات خاصة أو لمصالح خاصة، وإنما تتخذ على أساس وطني. في حال تمت فلا مانع أن تعيش في حاضرة الوطن ومع المجتمع المدني الأهلي. لذلك أنا من خلال هذه الشاشة أؤكد أن الدولة ما زالت مصرة، ونحن كشعب كمواطنين مصرون على المصالحة الوطنية، وأؤكد عليها، وأتمنى على كل المغتربين، على كل المقرر بهم، على كل القابعين والماكثين والساكنين في الخارج العودة نحو سوريا، لأن سوريا تنتظر الجميع، تنتظر أبنائها في الداخل وفي الخارج. طيب، كي نعيد الأمن والاستقرار. طيب دكتور حسام، لو سمحت لي، هناك نقطة تحدثنا عنها أريد أن أشرك ضيفي الكريم الأستاذ درغام بها. أستاذ درغام، عندما كانت هذه القنوات المغرضة الشريكة بسفك الدم السوري تسوق لعملية تهجير تقوم بها الدولة السورية قصرا للأهالي ومن داخل حي الوعر باتجاه مدينة جرابلس أو باتجاه قلعة المضيق، اليوم يبدو أنه من فمك ودينك، عندما هذه القنوات تعرض على شاشاتها بأن هناك معاملة سيئة ووضع إنساني مزري جدا في مدينة جرابلس من قبل التنظيمات الإرهابية والدول التي تقف وراءها، ما الذي يمكن أن نستفيده من هذا الكلام، وما الذي يمكن أن نجنيه من ما تتفضل به على هذه الشاشات؟ من حيث المبدأ بدنا نأكد على موضوع رئيسي ومهم، أن العدوان على سوريا جاء في البدء بحملة إعلامية، ومن ثم تطور باستخدام المال السياسي، وتطور إلى حالة عسكرية مسلحة. كل هذا كان مرتبط بالمخطط الإمبريالي الأمريكي للمنطقة، حيث أن الوكلاء الإرهابيين في سوريا وداعينوهم من المنطقة العربية والإقليم كانوا يعتقدون بأن أمريكا ستدخل الحرب مباشرة وتكون لها اليد الطولة، كما حصل في ليبيا، في تونس، في مصر، حتى في العراق سابقا. لذلك لم يأخذوا بعين الاعتبار لأن الورطة الآن الأمريكية هي مع سوريا، الدولة المنتجة، الدولة القوية، الدولة المحصنة. استطاعوا أن يحققوا بعض الشيء بإنجاز مشروعهم عبر يعني إثارة النعرات الطائفية والدينية والمذهبية التي يمكن أن تؤثر في يعني وسطاء الناس، ولكن وسطاء الناس عندما عاشوا التجربة مع هذه القوى، مع أسلوبها في القيادة، مع أسلوبها في توزيع الدخل، مع أسلوبها في مفهوم العدالة، وجدت أن كل ما قيل في الإعلام ما هو إلا يعني شيء غير صادق، غير حقيقي، لا يمكن التعاطي معه. الكل الآن يتوحد كخلية واحدة لنسيج المجتمع السوري. وأعتقد دائما أن القوى الرجعية العربية أغدقت من الأموال ما يغرر بقيادات، ما يغرر بقيادات. أنا برأيي رياض حجاب كرئيس وزراء المال السعودي غرر فيه. الآن المال السعودي نفذ، السعودية عم تدفع مليارات لأمريكا. قبل أسابيع زار محمد سلمان أمريكا، دفع 200 مليار. امبارح قبل ما يصل ترامب لعكس تمنع السعودية مع القوى المذهبية والدينية، تحدثوا عن صفقة قيمتها 100 مليار أسلحة للدولة السعودية، وقد تصل خلال 10 سنوات إلى 30 مليار. الإمارات اشترت أسلحة ب 2 مليار. إذا الدول الداعمة لم يعد لديها فلوس تقدم للقوى الإرهابية. أنا برأيي هذا الإعلام الذي مارس هذا الدور المشبوه ليس أمامه الآن خيار إلا أن يقول الحقائق كما هي، والحقائق تقول أن سوريا الدولة الصامدة التي وقفت هي من تستطيع أن تحمي أبناء شعبها وتوفر لهم كل مستلزمات الحياة الكريمة. أعتقد ومن واجبي أن أناشد كما ناشد صديقي الدكتور حسام أبناء سوريا الذين يعيشون في الأردن ولبنان
أن كل ما هو أمامكم الآن أصبح واضحا. ليس لكم خيار إلا دولتكم، ليس لكم خيار إلا أرضكم، ليس لكم خيار إلا الوطن السوري، وليس لكم خيار إلا أن تكونوا ضمن قيادة الدكتور بشار الأسد وبرنامجه ناتو الذي صمد في مواجهة هذه الغزوة العالمية الكبرى. فليس لكم خيار أن تعيشوا كرماء إن لم تغادروا حياة الذل. نعم أستاذ الكريم، وأن يتم استخدامكم كأدوات تخريب وطنكم. أشكرك جزيل الشكر ضيفي الكريم، كنت معي عبر الهاتف من عمان الأستاذ ضرغام هلسة الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. وأيضا مشاهدينا وضيفي الكريم، اسمح لي أن أرحب بضيفنا الذي ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد الهادي نصري، المنسق العام للثوابت الوطنية السورية. حياك الله دكتور عبد الهادي. أهلا وسهلا بكم بهذا اللقاء. حياك الله. عندما نتحدث عن إنجازات للجيش العربي السوري في الميدان وخاصة الآن في المنطقة الشرقية وفي ريف حمص الشمالي الشرقي أيضا، نتحدث عن دير الزور، نتحدث عن منطقة المقابر، نتحدث أيضا عن أحياء الشيخ ياسين والحميدية وكنامة ومحيط المطار في دير الزور، إصرار من الدولة السورية لدحر هذه التنظيمات الإرهابية أينما كانت على مساحة هذه الجغرافيا السورية، رأيك ونظرتك لما يجري في الميدان لو سمحت. ما نستطيع أن نقول في هذا الإطار إن المستقبل اليوم أصبح واضحا أمام سوريا وأمام الدولة الوطنية السورية. ربما البعض ما يزال يشعر أن القضايا السابقة تجذبه إلى الخلف، ولكن من خلال رؤية اليوم وبعد الاتفاق الأخير الذي حدد مناطق عدم استخدام السلاح بين المجموعات المسلحة وأعاد هدوءا نسبيا لا سيما في الآونة الأخيرة إلى سوريا، أستطيع أن أقول إننا بدأنا العد التدرجي باتجاه رفع فتيل الأزمة. أما على المستوى الاستراتيجي فإن سوريا وبعد جملة التحديات الكبيرة التي واجهتها صحت فيها القوى الوطنية التاريخية السياسية. التاريخ يا سيدي لا يأكمن نفسه وإنما يعيد إنتاج ذاته من جديد. اليوم الشعب السوري برمته بعامته الآن أدرك خطورة ما تواجهه سوريا، التحدي الكبير الذي تواجهه. ومن هنا نستطيع أن نقول أن هذه الاستعادة، هذه النهضة، هذه التفاعلات بدأت بالانفراج، وأستطيع أن أقول إن الولادة أصعب أيامها أواخرها. نحن ما أراه اليوم أننا على عتبة الخلاص الوطني، وهذه تتطلب من جميع القوى الوطنية ومن جميع إن كانت هنالك المعارضة الوطنية الصادقة أن تمد أيديها لبعضنا البعض. ونحن في سوريا والشعب السوري والقوى الأحزاب ونحن كهيئة من هيئات المجتمع المدني الذين انبرينا مباشرة منذ 27 تموز 2011 إلى الجامع المشترك، قلنا لا سيما أننا في سوريا قوى سياسية وأحزاب ولكننا هنالك جامع مشترك. هذا الجامع ينطلق أساسا من أن كما سوريا تتسع إلى أجسامنا فلتتسع إلى أفكارنا ولتتسع إلى تبايننا أو بعض اختلافاتنا وليس خلافنا. لذلك فإن الثوابت الوطنية التي قدمناها منذ حوالي 6 سنوات تقريبا هي الجامع الحقيقي اليوم. ونحن في حلب أعلننا خلال هذه الأسبوعين القادمين أننا سنستجيب إلى الدعوة التي وجهها السيد الرئيس في 6 كانون الثاني 2013 عندما دعا إلى وضع الميثاق الوطني. نحن مش بلدنا نطرح عاصفة الدساتير وهنالك الدستور الفلاني، نحن نريد الخلاص الحقيقي. لا بد لنا من توافق بالبداية على مشروع الميثاق الوطني. هذا المشروع الميثاق هو الذي سيؤسس للحياة الدستورية وهو الذي سيدور الزوايا في هذا الإطار. لذلك دكتور عبد الهادي لو سمحت لي فقط أريد أن أنقل ما تتفضل به إلى الدكتور حسام. دكتور حسام عندما نعم دكتور حسام عم تسمعنا؟
نعم. طيب اليوم عندما نقول بأن الجيش العربي السوري يضرب على أكثر من محور ويحقق تقدم ويدك مواقع للتنظيم داعش الإرهابي إن كان في ريف حمص الشمال الشرقي وإن كان في دير الزور، وأيضا باليد الأخرى هناك المصالحات والتسويات في أكثر من نقطة على مساحة هذه الجغرافيا السورية، هناك من يحاول أن يصطاد بالماء العكر يقول بأن هذه المصالحات هي نتيجة ضعف للدولة السورية، ردك لو سمحت. الدولة السورية لو كان الحديث عن ضعف أعتقد أن العمليات العسكرية والإنجازات هي تحدث عن نفسها وبدأ العالم يتحدث عنها. العالم اليوم بدأ يتحدث عن الجيش العربي السوري الذي استطاع الصمود، وهذه المؤسسة العسكرية التي وقفت كالجبال الصامدة والراسخة بوجه كل الأضالين، وهذه الحملات التي أريد منها تفتيت هذه المؤسسة أولا وثانيا تشويه صورتها. اليوم حقيقة وأنا عندما أتحدث وأنا أدين لهذه المؤسسة ولأبطالنا ولكل جندي سوري الذي هو يقف صامدا، سواء عندما نتحدث في المعارك وعلى الجبهات أم حتى أولئك الذين يؤدون واجبهم. أضف إلى أن كل مدني في سوري وكل موظف في سوري كان حريصا على الالتزام بأداء عمله على الوجه الأكمل والحرص على الدوام، الحرص على أداء واجبه تجاه وطنه. لا شك أن تكاتف السوريين هو الذي أسقط المؤامرة، لأن كما تحدث ضيفك التاريخ يكرر نفسه. الشعب السوري لم يكن يوما من الأيام خانعا أو خاضعا للهيمنة الأمريكية والاستعمارية والرجعية الغربية والعربية، وإنما هو الذي قاد العروبة وهو الذي صنع العروبة، ولولا دمشق لم تعرف العروبة في بلاد العرب والإسلام. لذلك حتى الإسلام المدني، الإسلام الحضاري، الإسلام المعتدل هنا عرف في أرض دمشق. اليوم استطاعت الدولة السورية وهي غير مجبرة أبدا من خلال رقيها ومن خلال أيضا فهمها للمشروع وإدراكها بأن الأمريكي يريد أن يعمل علينا جميعا من الداخل. هذا المشروع الذي رسمه هنري كيسنجر وأيضا برنار لويس وبرنار ليفي، طيب. هذا المشروع التآمري باسم الشعب السوري وباسم الثورات العربية والهجمة من الداخل. لذلك أسقطنا هذه الورقة جميعا بلحمتنا الوطنية أولا، أسقطنا هذه الورقة جميعا من خلال النبذ الطائفية، من خلال النبذ المذهبية. سوريا عرفت بعلمانيتها المعتدلة، بدينها المعتدل. العلمانية في سوريا ليست ضد الدين، الشعب بطبيعة الحال متدين علماني. هذه العلمانية هي التي أنقذتنا جميعا وهي التي ستنقذ سوريا في المرحلة القادمة. اليوم المصالحات الوطنية يرى أولئك الذين يذهبون إلى مناطق إدلب وجرابلس أن الإسلام التكفيري المتطرف الرجعي يريد بهم الأخذ إلى غير ما يريدون. لذلك عندما رأوا المشروع الأمريكي مع بداياته قبل 7 أعوام أو حتى قبل 9 أعوام، نعم دكتور حسام، نعم، اعتقد البعض أن رياح التغيير تريد فعلا تغييرا للشعب العربي عموما وللشعب السوري. طبعا الأهداف الأمريكية التي أتت في بداية هذه الحرب الكونية على سوريا يبدو أنها تراجعت، وهناك أهداف أخرى الآن تحاول اللعب عليها. لا يسعني أن أشكر ضيف الكريم الدكتور حسام الشعيب الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. ومشاهدين الأكارم اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريم الأستاذ جورج علام الباحث والكاتب السياسي معي عبر الهاتف من بيروت. حياك الله أستاذ جورج. يا أهلا وسهلا، حياك الله. عندما نقول بأن الميدان يرتبط بشيء أو بآخر بالسياسة بالأربقة الدبلوماسية، ما يجري اليوم اللقاء الذي جرى بين الرئيس الكازاخستاني نزارباييف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش أعمال منتدى حزام واحد وطريق واحد للتعاون الدولي المنعقد في العاصمة الصينية بكين، وأيضا كان هناك لقاء آخر بين الرئيس الروسي بوتين وأيضا رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان،
عندما نتحدث باللقاءات وهذه العملية والحراك السياسي الروسي وخاصة باتجاه التركي، على ماذا يراهن اليوم الروسي؟ ألا يدرك حقيقة بأن هذا النظام، نظام أردوغان، نظام مرتبط بالصهيونية وهو لا يمكن أن تأمن له جانب؟ بطبيعة الحال يعني الحركة الدبلوماسية هي في أشد زخمها، وبالتالي طبعا ليست مرتبطة كلها في سوريا ولا في المشهد السوري وحده. بالتالي هناك نفوذ أمريكي يتصاعد أكثر فأكثر في المنطقة، وبالتالي هذا النفوذ يؤثر بشكل مباشر سواء على الدور الروسي، وبالتالي طبعا ربما الساحة السورية تكون إحدى المتنفسات إذا صح التعبير، لكن القلق عند الطرفين لما يتعاظم حول المحيط الإقليمي ككل، خصوصا فيما يتعلق طبعا بالوضع في اليمن، فيما يتعلق بالخليج، فيما يتعلق بليبيا إلى ما هنالك. لذلك لا يمكن فصل يعني هذا الحراك عما يجري تحديدا من أولويات ترتب نفسها في المنطقة، خصوصا وأن القضية الفلسطينية إذا صح التعبير تعود تدريجيا شيئا فشيئا إلى الاهتمام ولو من زاوية ضيقة جدا. ولو حصرنا الأمور في الوضع السوري، فباعتقادي أن هناك طبعا خطة واضحة أقرت في أستانا، وبالتالي هذا الأمر بطبيعة الحال إنما يحكم كل الاتصالات الدبلوماسية إذا كان الأمر يتعلق بالملف السوري وحده. أنا لست قلقا من يعني هذه التحركات، طالما أن الروسي يعني ينسق بشكل إيجابي مع الحكومة السورية، وبالتالي هذا الأمر بطبيعة الحال هو قوة إضافية وليست قوة ضعف. طيب دكتور عبد الهادي، لو سمحت لي دكتور عبد الهادي نصري، اليوم نحن على أبواب محادثات جنيف، وكما قال السيد الرئيس بأن يبدو أن حتى الآن كل محادثات جنيف لم تؤتي بثمارها، على عكس اجتماع أستانا الذي جرى مؤخرا في الثالث والرابع من الشهر الحالي، وقال بأن هذه الاجتماعات عدم نتيجة عدم وجود من يسمون أنفسهم بمعارضة وطنية تكون على المقلب الآخر، لا هم لها سوى أن تبقى في فنادق الخمس نجوم وأن تتلقى التعليمات التي توكل إليها من قبل الدول الراعية التي هي باتت معروفة للقاسي والداني، نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا، وأيضا أدواتها على الأرض تركيا والسعودية وقطر والأردن. نعم، المسألة نحن نعرف ونحن كنا في جنيف أن المسألة ليست بتلك الشخوص التي بعثت والتي استنهضت من جديد كمعارضة داخلية، وأنا أحترم دائما المعارضة الداخلية، ولكن ما هي المعارضة الداخلية؟ المعارضة الداخلية هي التي تلتزم بثوابت وطنية ومبادئ أساسية. هؤلاء ليسوا معارضة وطنية، وإنما هؤلاء مشغلين من قبل مشغليهم. ونحن عندما التقينا في جنيف من العام الماضي شعرنا أنه ليس هنالك موقف صريح وليس عندهم مشروع. الدولة الوطنية السورية عندما تقدم وفدها ونحن في معارضة الداخل، معارضة دمشق، كنا في رؤى لذلك المشروع الوطني، وكنا الجانب الهيئة المجتمع المدني والقوى السياسية الوطنية في الداخل. أما أولئك فهوان غرباء. أنا أستغرب أن تصريحاتهم، والله هذه التصريحات تقف على يمين مواقف تركية. يعني هم أصبحوا الآن في حالة العبء الثقيل، لا على هذا الجانب ولا على هذا الجانب، إنهم لا يقرؤون التاريخ، إنهم منشغلين ومن قبل مشغليهم. لذلك ما أرى أن أستانا تخلصت من هذه المجموعات والطغمة النظرية المتفلسفة في إطار المعارضة الوطنية، ولا سيما أشير إلى معارضة الرياض. ربما نجد بعض القواسم المشتركة مع معارضة القاهرة في هذا الإطار، ولكن هنالك خلاف كبير. اليوم نشعر أن بعض جوانب المعارضة بدأت تصفي نفسها في بعض الأمور، كتيار قمح الآن بدأ يشكل استقطابا جديدا، ولكن هذا الاستقطاب ما نزال نحن بحاجة أن يكون هنالك معارضة الداخل الوطنية التي هي تحملت المسائل، تحملت ألم الأزمة، قدمت ضحايا كبيرة، أن تكون هي الصورة الحقيقية للمعارضة القادمة. وأي معارضة مهما كانت يجب أن تقف أمام المرآة
ليست تصرف وحدها أمام مرآة الوطن. كيف تصوب نفسها؟ كيف تطور ذاتها بهذا الإطار؟ لذلك أنا ما أراه اليوم بعد زيارة السيد رمزي إلى دمشق اليوم ربما يأتي حاملا للمشروع الجديد. نحن عرض علينا من قبل دمستورة مجموعة أوراق قدمها لنا وتم الإجابة عليها في 14 بندا بتفصيل كامل، كيف هو رأية الخلاص السوري، ما هو رأيتكم للميثاق، ما هو رأيتكم للدستور الوطني. هذه المواضيع لو سمحت لي دكتور عبد الهادي يبدو أنه من السابق لأواني التحدث بها. نحن الآن على أبواب جنيف بعد يومين تقريبا والأمال معقودة على هذا المؤتمر دعني أقول، وهذه الأمور التي تحدث عنها هي مهمة جدا، ولكن ننتظر وصولنا إلى بداية هذه المحادثات في 16 من هذا الشهر الجاري، ومتوقع أن تستمر لمدة 3 أيام. ربما سيكون هناك طرح مغاير لما كان يتم طرحه من السلات الأربع، أو يكون هناك تفصيل أو في بعض السلات. لا يسألني أن أشكرك ضيفي الكريم الدكتور عبد الهادي نصر. أنا أريد أن أعقب، نحن لا نعلق أملا عليها وإنما نعلق الأمل على المعارضة والوفد السوري، المعارضة والوفد السوري في الداخل طبعا، والذين قدموا قدمنا نحن تقريبا 12 صفحة إجابة كاملة وكلها مرتكزة على ثوابت وطنية حقيقية في هذا الإطار. لذلك اليوم أنا لا أنظر إلى جنيف أشخاصي، ولكن وصلت الفكرة دكتور عبد الهادي. أنا آسف للمقاطعة ولكن الوقت يداهمني، بقي معي أقل من 5 دقائق. أشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد الهادي نصر المنسق العام للثوابت الوطنية السورية معي عبر الهاتف، كنت من حلب، شكرا جزيلا لك. أعود إلى الأستاذ جورج علام. أستاذ جورج، اليوم نحن يفصلنا يومين تقريبا عن بدء هذه المحادثات في جنيف، ما هي الآمال المعقودة، وخاصة هل يمكن أن نعول على لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان؟ وتحدثنا عما قام به رجب طيب أردوغان، وهذا الموضوع معروف للصغير قبل الكبير في سوريا وفي العالم العربي. تفضل. بطبيعة حال جنيف باعتقادي يعني تفتقر بوضوح إلى خارطة طريق، خارطة طريق ما وضعها دمشتورة هي شبه أن تأخذ طريقها إلى التنفيذ بدءا من الانتهاء من الإرهاب. السؤال المطروح هو للدخول في العملية السياسية أيًا كانت العناوين طبعًا التي استهلكت درسًا أو التي ستفرض نفسها من جديد على الطاولة، يجب أن تنطلق طبعًا من وقف ثابت لإطلاق النار بعد القضاء طبعًا على كل التنظيمات الإرهابية، وبالتالي عندئذ يمكن القول بأن هناك قاعدة يمكن انطلاق منها للتسوية. لكن طبعًا أن نبحث عن السقف دون أن يعني نبني العواميد التي سوف يستند إليها هذا السقف، فمعنى ذلك أننا نحاول طبعا أن نبيع أوهاما. من هنا أقول ما لم يكن هنا عن استقرار ميداني في سوريا وبالتالي القضاء على الإرهاب أي طرح سياسي باعتقادي سوف يفشل. لذلك المهم من الاتصالات التي تجري خصوصا بين موسكو وأنكرة هو كيفية العمل على القضاء على ما تبقى من جيوب إرهابية وتأمين المناطق يعني التي تعتبر يعني مناطق تخفيف التوتر إلى مناطق لنقل آمنة أو للوصول إلى وقف إطلاق نار شامل، وبالتالي يكون طبعا للحكومة السورية الدور النافذ فيه. عندئذ يؤمل من جنيف أو يؤمل من انطلاق التسوية، لكن خارج هذا الإطار باعتقادي أن جنيف هو يقتصر على عرض أفكار الأكثر والأقل. طيب، في اجتماع جنيف الذي سبق هذا الاجتماع المقرر بعد يومين كان هناك تعطيل من قبل المنصات، من منصة الرياض ومن طبعا مؤتمرة بما تريده السعودية، وأيضا كان هناك محاولات لتعطيل أي شيء ممكن أن يجري على الطاولة منع للوصول إلى اتفاق أو وفاق ما ضمن هذه المنصات التي لم تتحد فيما بينها على رأي واحد يتم الخروج به، أو على بضع بنود يتم وضعها على ورقة ويتم تقديمها لوفد الجمهورية العربية السورية. على ماذا نعول اليوم في محادثات جنيف القادمة؟ حقيقة إذا كان هناك من يعني نظرة تشاؤمية لهذا الوضع فما حاولت طبعا أن أشربها بطريقة دبلوماسية، فإنني أعتقد بأن بعض يراهن طبعا على زيارة ترامب إلى المنطقة والمحادثات التي سوف يجريها في الرياض، وتحديدا طبعا الدول النافذة في المنطقة النافذة بمعنى أنها التي تدعم ما يسمى بالمعارضة، المعارضات إذا صح التعبير، للاستمرار في رفضها إلى ما هنالك. هناك رهان بطبيعة الحال على أن يكون يعني لهذه الدول
تأثير مباشر على مجريات الأمور، وبالتالي أن تفرض المعارضة خياراتها على المشهد السياسي الداخلي. هذا الأمر بطبيعة الحال مستبعد، لا بل يعني في غاية يعني التعقيد وفي غاية عدم حصوله، لكن الرهانات لا تزال قائمة، ومن هذا ما يدفعني إلى القول بأن لا أنتظر الكثير من جنيف، لأن الكل يراهن حتى الآن على ما ستقول إليه جولة المحادثات الواسعة التي سوف يجريها الرئيس الأمريكي في الرياض. أشكرك جزيل الشكر ضيفي الكريم الأستاذ جورج علم الكاتب والباحث السياسي، كنت معي عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات القيمة، والشكر موصول أيضا لضيوف الأكارم ولمشاهدينا الذين كانوا معنا في هذه التغطية الخاصة عبر هواء الإخبارية السورية. مشاهدينا، وصلنا إلى نهاية هذه التغطية، بأمان الله، إلى اللقاء.